السلام عليكم. السلام عليكم. ايش في عمي ابو ابراهيم صوتك واصل لا تحت؟ ايش فيك عمي ابو ابراهيم؟ الا بده اتحاد هلال، اتحاد هلال ما تعال. ايش فيك يعني؟ ايش تحليلك ابو ابراهيم للمباراه الشوط الاول؟ اثنين وما ماكو لا هجمه منه ولا هجمه منه ولا هدف منه ولا هدف منه، وجاي تحلطه بس. ترى ما يعرف الكوره ابو ابراهيم، تعرفوا ولا اشرح لها؟ تعرفوا انا اقول لك ان نونو وسانتو مدافع ما عرف الكوره. انا عارف الكره لما تولد لاعب في الاتفاق. الله اكبر. الله اكبر. والله من شاف الكرش يا ابو ابراهيم ما شاف لا هذا. الحين عكبرنا خلاص. لا تكور في الاتفاق. لك للشوط الاول عمي ابراهيم. والله شوف انا اقول لك هذا اولا الاتحاد قدم مستوى لكنه قبل هناك. ايه خصوصا حمد الله اللي كان ضيع كم كوره. حلو حلو. جميل جميل. يفهم يفهم بالكوره. يفهم يفهم. شي مخيل ما ادري شي شيل ذا الهلال. بشاميل احسن. ميشائيل يبا ميشائيل. يقول بشاميل ميشائيل زين. ميشائيل هم بعد ردي ورد من يد بعد اثنينهم. ما عاد نتكلم عن الكوره. لا لا دقيقه عمي ابو ابراهيم، ميشائيل اللي قلت عنه انت شو يلعب اي مركز؟ اي ترى لي الوسط. ما ادري تروح انت بكبر من برا. ايش من برا اللي عبده مني بعد. اسالك سؤال عمي ابراهيم، لو فرضنا صار تعادل بين الهلال والاتحاد، التعادل مصلحة مين؟ كل واحد لا نقطة معروف بعدها ان شاء الله. تعادل ان شاء الله عليه. متابع متابع جيد. كل واحد لا نقطة. كل واحد لا تعادل بعد يبي لها جاي. نم تعادل انت ابراهيم. ها دي مباريات كؤوس ما فيها كل واحد لا نقطة. ذي المباراة لازم واحد فيهم يفوز، يا الهلال يا الاتحاد. عاد ما قلت لي مباراة كؤوس، قلت المباراة. بعد يا ابن شايب ايش؟ تقعد تخبلاني. انا اقول يا ابو ابراهيم راح تحت يا ابو علي، كوب شاي رايح وكوب شاي جاي وخلي لا لا بعدين وياك يا ابو ابراهيم، دام انك ما تدري لا تتصدى المشهد. قاعد لي على الكرسي مسوي فيه وليد الفراج. وانا ما ادري ايش تراني مباراه شفتها. ايش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ والله ما ابي متصدم بوليد الفراج. فوده اللي حل البلنتين. بمشي وين ابو ابراهيم؟ انت ساعات اود مبليس ابراهيم. يقول كل واحد له نقطه. المهم خلنا من هالحاكي. العيد مع برجرايزر عيدين. عيدين شلون؟ اشتر بوكس وحصل على الثاني مجانا. يعني تشتري هذا شوف حصل هذا هذا مجانا. والله اللي جايبه قايل له خله للاعلان مرضه ما قبل. تعرفه ما لها طوالي درام ب 12 درام ب 12 ما شاء الله. والله العظيم والله العظيم ما بالحاجه. والله وياي بالوش بالوش لقط الجزاز كله. والله العظيم ما تستحون على وجيهكم انتم. كم مره تسوي فيني اجيب شاي حق اعلان وتروح تلطه؟ والله العظيم انه بالوش الشماليه بالوش قال لك احنا ناكل اصدريني حق اعلان اصدريني اصدريني في واحد كمل على اعلان. هلا ما اقول الا جزاك الله الف خير وبيض الله وجهك انك خليت لنا واحد عشان نسوي عليه اعلان. لا بالله ما قصرت، رايتك بيضة والله. الله يسلمك. الله يطول عمرك ان شاء الله. مالها عرض يا ابو كيان، تشتري بوكس الثاني 50% نص القيمه تدفع قيمه الاول، الثاني 50%. طبعا سواء جاهز للاكل زي هذا او بوكس الشواء. شوفوا بوكس الشواء يا جماعة الخير يجيكم جاهز متكامل، اللحمة والخبز والجبنة والصوصات والسلطة والمخلل، حتى الرمان يجيكم يا جماعة الخير، حتى الملح يجيكم. شوفوا كامل بوكس، ما عليك الا انك تشوي مع العائلة
وتستمتع بالاكل. وشيف وانت ابي ميلس ولا خلة دجاج ولا خلة. طبعا يا جماعة الخير بالنسبة لي برجر رايزر البرجر المفضلة بعيدا عن الاعلان لانها برجر حقيقية بدون فلسفة زايدة. برجر كلاسيكية تاكل برجر برجر. تصيل اذا طلبت من التطبيق بسبعة ريال بس حددنا انك تطلب 69 ريال. وتحصل على التطبيق بسبعة ريال. ضروري انك تطلب بتسعة وستين ريال يجيك يجيك توصيل سام سام بعد عمري. انت مال الذوقة. انت كلت كلت وخلصت يا حبيبي حقك كلت. تاكل لك ولغيرك ما ينفع الكلام. ما ينفع تاكل لك ولغيرك ما ينفع. قمس بس. حط حط جبنه حط جبنه. لا قمس بعد ايش حتحط لك؟ اقمس يا يقمس. يلا الله 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 المباراه مع البرجر. ما عندكم حصص والله ما عندكم حصص. اقول لك من صنعاء انا ماكلين الواقع بس الواقع ام رياح. طيبة ها؟ غرق غرقها بالجبنة. اي 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 لا لا وبعد بسوي لك حركة الحين هي يا النوري حركة تعطيها لذاذة زيادة. اي اي تجيبها جبها منه جبها منه جبها منه افتحها افتحها. تعال تعال قدم قدم شوي. اعطيك بيها بعض حبيبات الرمان. اي لا عليك بالعافية عليك بالعافية عليك بالعافية. حبيبي حبيبي انت خدت حقك نصيبك خدته يا حبيبي. صدق ابوك مع ابن ويش حبيبي نصيبك خدته ولا تذوقك. لا 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 حطه اقول لك حطه. اصبر حطه وسع على الشباب هده هده عشان تتعود مرة ثانية تاكل باستئذان. مرة جاي بيتزا ده بيتزا. طلع واحدة خلع حبتين هذيك تلعب الجوال. هذا شعيب مرخص والله قال لواحد انه يمشي الهدي ولا هو بيمشي. وش ذا الصريف ذا الصريف ذا. ايش رايك هنا مو بحسن؟ ننتظر الشعيب لين يجي. هلا والله متابعين حياكم. بصراحة في معلومة غلط يقولون الشعيب انه ماشي. احنا هذا انا بالشعيب ولا بعد مش شاب ينظم والشايب وسط الشعيب ما جاء شيء. وهذا الكبري اللي هو الكبري اللي باتجاه السريع الرياض. علمهم انه شعيب مرخ. اي شعيب مرخ. اي شعيب وادي حنيفه. هلا ابو عبد العزيز. هلا ومرحبا. اجل ماشي الحين. اي والله الابيض والله تحرينا على الشعيب. ديك يا رجال جالس عندنا لين يجي لين يجي الشعيب ويشددنا. نمشي جميع بس ساعه واحده شيء صدق والله. اي والله بنروح نمدح مشوار عاد قريب. الحين انت مليت وبات. الحين ما بعد توازن النوم عندنا شيخ الاودي. ها دخلوا بريده. لا الله يجيبه ان شاء الله. يلا هل هي باتر ان شاء الله. العبد على قولتهم وش اسمه هو قاع من بولان. قاع بولان هو عسى الله يزيده ان شاء الله. الله يحييكم وبيض الله وجهك ويحفظنا وياك يا ابو عبد العزيز ويرحم والديك. تصب السلام. هلا بك. هلا طبعا جاتنا اخباريه المتابعين ان الشعيب يقولون انه شو اسمه الشو جرف جرف ان الشعيب انه ماشي مر جهاز جهاز ما يطن الا يقول اختلف عليه السواق. ها يقول ان الشعيب انه جاي هذا بيروح يشوف وينه.